مرحبا بكم الناس كله، وان شاء الله اللي جينا يفرح بينا، نفرحوا بيه. عسلامة، أنا مروة عرفاوي، عمري 34 سنة، قيد لوكال في منطقة بوهليل بالنسبة لولاية توزر. اخترت باش نولي قيد على خاطر نحب نعرف بالمنطقة نتاعي، على خاطر فيها موروث ثقافي وسياحي يحتاج إن هو الناس كل تعرفه، وباش زادة باش نجلب الانتباه للمنطقة هذه على خاطر مش برشا ناس تعرفها، وعندنا حاجات نحب نعرفهم ونقدمهم للناس باش تولي المنطقة نتاعي منطقة تزدادة، منطقة معروفة، ويعود فيها ديما الناس تجي تعمل روندوني وتعرف بالباهي المنطقة هذه، تشوف لي كانيون، تشوف سيدي بوهليل، سيدي بن عباس، وتتعرف على العادات نتاعنا والموروث نتاعنا. بحكم اني انا امراه، كانت الفكره جديده عليهم وما همش متقبلينها اول مره، كيفاش امراه تولي هي تخدم قيد، على خاطر متعودين ديما بالرجال هي اللي تخدم الحاجات هذيا. ثم انساء كما اللي يعملوا في المنتوج نتاع التمر ويعملوا في المنتجات نتاع التمر، هما فرحوا على خاطر عجبتهم الحكايه هذه، وانساء اللي تبيع في المطبقه والحاجات التراث نتاعنا في المنطقه هذه نتاع زداده فرحوا بالحكايه هذه. اما بالنسبه كفكره كانت اول مره يشوفوها، على خاطر مش متعودين فكره امراه تبدا متحره وتحب تجرب حاجه جديده وتدخل حاجه جديده للمنطقه نتاعنا. الحصيلوا المشاكل هذوما اللي تعرض لهم ديما مراكي تبدا باش تخرج من الطبيعه اللي عشت فيها المنطقه نتاعها، تولي باش تواجه هي مشاكل. بحكم اني انا قويت شخصيتي قويه، حبيت ان نواصل فيها الحكايه هذه، وديجا حتى العقليه نتاع لي جون كي شافوني انا كيفاش نخدم قيد ولو يحبوا يتعرفوا على الاجانب، يقولوا لي كي تبدا ثم اجنبي والا اي حد حاجته بكهرباء حتى باي عينه رانا مستعدين باش نعاونوك، ونحبوا حتى بلادنا زادة تولي معروفة. تعرفت على أشرف كي جو والدي ناس باش تعملنا فورماسيون لهنا في القيداج. الحسيلو وقتها كانت لي أول تجربة نتعرف فيها شخصية طيارة، فرح بيا برشا، عاوني برشا. باذن الله ان شاء الله باش نوصلوا نعملوا خدمه ما خير من هكا، وبالعكس هما دخلونا برشا خدمه البهليل ولات معروفه، حتى كي ندخل سور انترنت ديريكت دوما نكتب بهليل هايك تخرج لي التصاور نتاعنا نتاع لي كانيون ما كانوش قبل موجودين كما بالطريقه اللي وصلتها والدي ناس. وباذن الله ان شاء الله تكون خدمتنا ديما من احسن الى احسن. مرحبا به اللي يحب يجينا، مرحبا به باش يجي يعمل ديفولمون، يعمل روندوني باهيه في بوهليل هايك، باش يشوف لي كانيون، يشوف حاجه جديده، يعيش التجربه معانا، يشوف تقاليدنا وموروثنا الثقافي في منطقه زداده. ومرحبا بالناس كله، تشرفونا وتأنسونا باذن الله.